قراقيش تتقطع، وايه اللي اتقطع ده؟ لا رايش جدا، لا رايش الثانيه اللي جنبها فشه. لا انا خلصت مش قادر. ده كيلو مشكل الخديوي اللي عندي، ده سبيشال مميز فيه كفته، كبده، سجق، ممبار، كشه، طحال، لحم براس، ذره، مخ، كبده رده، كل حاجه مميزه عندي في كيلو مشكل الخديوي. في واحد موزاريلا محمود. بس تعمل انت بقى انا عشان الضغط كده. هذا المنبرة مصطفى. الأكلة الشعبية الجميلة اللي ما نقدرش نستغنى عنها في الشتاء بالذات، سواء بتحبها أو ما بتحبهاش، هتيجي تجربها هنا من عند الخديوي. شايفين بقى طاسة المشكل الجميلة دي، شايفين بقى الطاسة الجامدة دي، فيها كبدة وفيها السجق وفيها الكفتة اهي، بينزلها بيحطوا قطع الزبدة اهي، هما مش شغالين بالدهون بتاعة الحاجة، هما شغالين بصراحة بطريقة مختلفة هنا، شغالين بزبدة وسمنة هما اللي بيسووا فيها الحاجة علشان الاكل يبقى خفيف ما يبقاش تقيل يعني، لان طبعا انتوا عارفين الاكلات السمين والتقطيع والحاجات دي زي ما بتسموها بقى عندكم في محافظتكم بتكون اكلات تقيله جدا. لا هنا هتاكل وكمان مش هتحس بالثقل بتاع الاكل. هنشوف مع بعض كمان شغالين في تاني. الحاجات دي كلها ناس كتير بتحبها، ما فيهاش اي حاجه غريبه، الكبده والسجق وكمان الكفته، كل الحاجات دي طبعا ناس كتير بتحبها. دي الطاسه الثانيه بقى اللي انتوا بتقلوا فيها المخ والكبده. المخ والكبده الرقم واللحم بالراس والضره والفشه والطحال. عايزه اقول لكم ان ريحه السمنه دي فعلا ليها ريحه بالتوابل، يعني هو اللي هيدي التست دلوقتي للمخ. ودي القراقيش تتقطع، وايه اللي اتقطع ده؟ القراقيش جدا، القراقيش الثانيه اللي جنبها فشه. ودي ضره، ودي الضره. خليك هنا ثواني بقى عشان نحرم. ترجمة
كانت شكل سفرتنا النهاردة عند مصمت الخديوي هنا في السلام في محافظة السويس. زي ما انتم شايفين طبعا الحواوشي اهم حاجة عنده، لازم لما تيجوا تجربوه وتقولوا له بقى احنا من طرف ايمي وهنونة، ويعني ان شاء الله مش هتندموا. حواوشي جميل جدا، مخ بانيه، الكفتة المميزة بتاعتهم، ودي الفتة بالصلصة والخل والثوم، طبعا شوربة الكوارع الرهيبة اهي متشربش غير وهي سخنة مولعة. وهنا السجق، وده طبق المشكل بتاع الخديوي في كل بقى انواع الحلويات اللي احنا شفناها مع بعض في الاول بالتفصيل، وشفنا كمان طريقة عملها. دي الكبدة نشوحها برضو كده في السمنة، والعيش المقرمش والسلطات، وطبعا يعني سفرة جميلة جدا جدا. تعالوا جربوا مش هتندموا، لو ليك في الاكل ده او مالكش هيعجبك برضو جدا جدا. وان شاء الله تكون حلقتنا النهاردة افادتكم، وكمان عرفتكم بمكان جديد ممكن ما تكونوش سمعتوا عنه قبل كده. بشكركم جدا، وانتظروني في ريفيو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. وفتح عينيك، عزومة واتحسبت عليك، اللي نفسك فيه اطلبه، اللي معدتك تقدر عليه خده، كل الانواع موجودة. مستنيكوا تنورنا في السلام. واحد شارع عثمان مصمت الخديوي، لو راجل كل